ورجعنا لكم بعد الفاصل مع الميك اب ارتست الجميله نوران احمد، وطبعا مكملين مع شيفنا الجميل. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي. ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا استاذه نوران؟ منورانا والله النهارده. طيب نورك. انت لابسه زيها بس ابيض واسود. صدفه. ايه الجمال اللي انت عملتيه النهارده ده؟ جمال اميره. لا هي اميره جميله والله، بس انت يعني ايه حطيتي التاتشر بتاعتك؟ تاتشات خفيفه. ده لوك كاجوال. صح؟ ينفع برضو مناسبة خفيفة. قراية فاتحة بتاع. مثلا حاجات بسيطة يعني. طيب انت بدأتي ازاي؟ يعني بدأنا بترطيب البشرة، هدينا أهم حاجة شرب المية الكتير، ده بيفرق طبعا في الميك اب. برايمر عشان نرطب البشرة، وبدأنا بقى الميك اب العادي. اللي هي الخطوات الأساسية. اللي هي الفاونديشن الفاونديشن والباودر. بس ما شاء الله يعني هي انت ظهرت لها جمالها والله بجد. ظهرت لها جمالها بس لا اكتر ولا اقل. طب عايزين نعرف بقى انت بدات ازاي، دخلت ازاي مجال الميك اب؟ هو انا اصلا الميك اب ده هوايتي من زمان. فبحب الميك اب، قعدت اشتغل على نفسي كتير. بداتها شويه مع صحابي، بعد كده ابتدي الشغل فيها عادي طبيعي. يعني اول حاجه عملت مع صاحبتك او صحابي وعلى نفسي اكتر حاجه. ما خدتيش كورسات؟ لا ما خدتش اي حاجه. انت خدتيها هوايه؟ طبعا. دي ليها علاقه بمجال دراستك ولا ملوش علاقه؟ لا ملهوش. انت خريجه ايه؟ انا خريجه شؤون سياحه وفنادق. ما دي سياحه برضه. طب هي بشرتها ضايقتك وانت بتعملي ميك اب؟ هي دهنيه ولا هي مختلطه شويه؟ مختلطه. برضو احنا على طول مختلطه معانا. هي دي بتبقى النسب الكبيره اصلا في البشرات عامه اللي هي المختلطه، كل مكان في البشره بيحدد. طب هي ينفع الميك اب ده؟ طبعا ما ينفعش سهره او ما ينفعش. ينفع برضو بس بنتقل شويه. يعني بنزود حاجات خفيفه بتفرق جدا في اللوك. تمام. اللي هو مثلا فاونديشن ولا هتقلي ايه بقى؟ يعني هنتقل مثلا الاي شادو، البلاشر، الروج. بيبقى ده لو مثلا خطوبه او فرح. لو خطوبه او فرح بندي طبعا الايفكت بيكون احسن بكتير. اوقات الخطوبه او الفرح بتختلف؟ بكتير. يعني لما تعملي لوك لخطوبه غير لما تعملي لوك على بنت عندها فرح؟ طبعا. الخطوبه بتفرق ان احنا بنحط حاجات، بس مش بندي المجال كله للزفاف عامه. بيفرق بالفستان الابيض بقى، بنحتاج ان احنا نحدد الملامح اكتر بتاع، بيبقى يوم مخصص ليها. الخطوبه بتبقى حاجه على السريع يعني، بس بتدي برضو شكل كويس قوي. بس بيبقى حاجه سامبل اكتر. انت كمان بتعملي شعر؟ طبعا. صح؟ يعني بس انت اللي عامله شعرها؟ لا هي اللي عامله نفسها. هي اللي عامله. طيب احنا معانا مداخله تليفونيه. كابتن فكري. يا كابتن. الو مساء الخير. ازيك يا كابتن؟ عامل ايه؟ الله يخليك يا شيف احمد. ازيك؟ انت منور برنامج الجريء والجميله والله. الله يخليك يا حبيبي. معاك معاك الشيف سامي اهو. ايه يا شيف؟ يا شيف. ابو كباتن. اهلا يا حبيبي. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله يا حبيبي. الله يطمن عليك يا باشا. الله يطمن عليك. الحمد لله على السلامة. ربنا يخليك يا حبيبي. نورت بلدنا كلها يا باشا. بالتوفيق كده دايما وتبقى منور مصر كلها. الله يحفظك يا باشا. انت ايه رايك في اكل الشيف يا كابتن؟ والله ما انا بقول لك الله ينور عليك، وحاجه جميله جدا جدا جدا. انت بتحب تاكل من ايده ايه بقى؟ ايه الاكل اللي انت تكلمه في التليفون تقول له انا عايز اكل من ايدك حاجه فلانيه؟ لا هو في كل حاجة أنت بتعوزها ما شاء الله عليه يعني. الله يخليك يا باشا. يعني سبحان الله ربنا اداله يعني نفس في الطبيخ حاجة جميلة جدا في أي حاجة. والله احنا شمينا الريحة من هنا جوعنا والله. جوعت فعلا. الله يبارك فيك يا باشا. الله يخليك يا صديقي. بنشكرك جدا يا كابتن، ويبقى أكلم الشيف بقى إيه قول له رأيك بعد الحلقة. طبعا. ماشي يا حبيبي. ماشي يا كابتن. ماشي يا كابتن. دايما وكده منورين مصر كلها. الله يخليك يا ابو النجوم. الله يخليك يا باشا. الله يخليك. الله يحفظك يا كابتن. الله. شكرا يا كابتن. ماشي يا فندم. مع السلامه يا باشا. سلام يا كابتن. ايه شوف الريحه الحلوه دي يا شيخ. اتفضل يا فندم. ده ايه بقى؟ خمس دقائق. دي اللحمه المعصجه اللي هنعمل من لها السمبوسك باللحمه. لحمه كندوز، غيرنا اللحمه الضاني، جبناها لحمه كندوز. دي هنحشي بيها اللحمه دلوقتي، وهنعمل دلوقتي الفخذ الضاني عشان ما تاخدش معانا وقت. يعني احنا دلوقتي بنعمل الفخذ الضاني. هنعمل الفخذ الضاني. هات الملح. وبنعمل اللحمه اللي هي الكندوز صح كده؟ اللحمه. الفخذ اللي قلنا بقى. الفخذ. انت دلوقتي عندك عروسه. طبق. تمام؟ بس العروسه دي عايزه تعمل حاجات معينه في وشها. قالت لك انا عايزه اعمل ميك اب 1 2 3. تمام.
وانت شايفه ان الميك اب ده مش صح، يعني انت شايفه ان في حاجه افضل بقدر افيدها، بتعملي ايه بقى ساعتها؟ بقدر افيدها واقول لها ان رايك مثلا هي يعني النتيجه بتاعته مش هتكون حلوه، وفي الاخر بنوصل لحاجه بتريحنا احنا الاثنين. طبعا باخد رايها لان هي عشان تكون مرتاحه بعد كده، ما تحسش انها متايده بحاجه هي مش حباها. طيب ماشي، نرجع بقى للشعر. انت بتعملي كل لوكات الشعر اللي موجوده دلوقتي؟ طبعا. طب قولي لنا كده بس ايه حاجة، ايه اشطر حاجه انت فيها؟ يعني ايه اشطر حاجه انت بتعمليها؟ يعني بحب اطلع الوان، احب الشعر يعني يدخل فيه الوان كتير دايما، اللي هي الخصل بقى الخصل. بحب الاشقرات وبنون دايت حاجات كتير. طب انت الاسطنبوله اللي انا عاملاها دي اكيد هتعرفي تعمليها؟ طبعا. بتاخد معاكي مثلا وقت ماكسيموم قد ايه؟ أربع دقايق. طب قبل الاربع دقايق الخمس دقايق احنا معانا صور عايزين نشوفها ليكي. ايه ده؟ ده بقى ايه ده؟ الشعر اهو. ده قبل وبعد. ده شعر كان يعني مدمر خالص، مفيش منه رجا باين عليه. داخل فيه اورنج كتير. بس حبيت انا اضيع الاورنج ده لانه مش بيبقى لطيف خالص. فاديته شويه على جاي. يعني انت برضو خبيره شعر، يعني انت ميك اب ارتست وخبيره شعر. ده انا هاجي عندك عشان تعملي. والصوره الثانيه اهي بصي، ده برضو كان شعر مش ده كان برضو، وهي كانت عاملاه احمر. والاحمر صعب جدا ان احنا نسبق بعديه بلون، لازم سحب لون. فقعدنا نستنى شويه لحد ما الاحمر نزل، عملنا بني لحد ما وصلنا للشكل البني الخفيف ده، وبعد كده ابتدينا نعمل الهايلايت وندخل في الصبغه. طب انت الشعر ده خدتيه ازاي بقى؟ يعني انت دخلتي ازاي المجال؟ اصل خلي بالك ان الشعر ده مش اي واحده تعمل شعر، مش اي واحده تعمل اللي انت بتعمليه ده. بس اللي بيحب حاجه بيطلع كل اللي عنده. يعني انا ولا درست ولا اي حاجه خالص. مجرد جبت اكستنشن قعدت اتعلم عليها مره على الثانيه، وفي صحابي بقى واخواتي، فتمام. طب لو واحده جات لك وعامله شعرها اسود بقى، اسود وعايز تصبغه، بصي هو نزل من فوق ومثلا ما نزلش من تحت، هتعملي؟ بصي هو سحب اللون دايما. اكيد انت صح؟ سحب اللون دايما بيدمر، بس على حسب اللون اللي هي بتختاره انا بقدر احدد لها. لو جراي مثلا. لو جراي بيبقى صعب شويه. الاسود او الحنه السوداء او الحمراء بنستنى شويه على الاقل سنتين لحد ما تنزل من الشعر، لو مش حابه بنبتدي نفتح على مراحل بدل ما نجهد الشعر على الفاضي. طب بالنسبه بقى للماسكات، انت بتعملي ماسكات؟ بحب الماسكات الطبيعيه اكتر. طب قولي للناس بقى ايه ماسكات انت بتستخدميها يوميا في بشرتك؟ اليوميا مفيش حد طبعا عنده الوقت الكافي ان هو يعمل الماسكات الكافيه اللي هي كل يوم. انا بحب مثلا مرتين في الاسبوع كويس جدا. بحب مثلا لو تحت العين بيبقى بن مع عسل، لو مثلا الرؤوس السوداء اللي بتبقى في المناخير في تحت الدقن شويه. بحب بياض البيض جدا. بقيه البشره بقى كركم عسل، الحاجات الطبيعيه بتفيد اكتر عامه. طيب انت تحبي تقولي ايه بقى للناس اللي هي بتتفرج عليكي دلوقتي ومتابعينك، واللي انت يعني بيحبوا الميك اب بتاعك وبيحبوا ان هم يعملوا عندك؟ طبعا انا بحبهم جدا طبعا. اولا انا مش بيبقوا ناس مجرد زباين عندي، لا هم بيبقوا اصحابك بعدها. هم اصحابي. يعني بدخل. انت واضح عليكي اصلا انك عشريه وبنت بلد وبتاع. والله ربنا يخليك. بس الفكره ان انا بدخل يعني اللي هو ايه، مش انا جايه اشتغل وخلاص. لا، انا بحب اطلع احسن ما عندي، اشوف هي حابه ايه، بحط ده على الحب اللي عندي الميك اب بتاعها وبنشتغل على طول. بس طيب انت بتفكري الفتره دي تفتحي مكان؟ هو انا افتح مكان دي بتبقى مسؤوليه شويه. طبعا. وبعدين انا متخصصه في حاجتين بس، هو الميك اب والشعر. فبفضل ان انا ابقى كده دلوقتي مؤقتا. يعني انت اصلا مش فاتحه مكان؟ لا لا. طب خلاص، طب انا عايزه في اماكن بقى. في اماكن يعني بحجز فيها في كوفرات كبيره. باخد بحجز مكان وبنشتغل فيها عادي جدا. لا شغلك تحفه بجد، وانا لازم تعملي لي جري. طبعا طبعا. انت بقى دي الحصان اللي عامله ده؟ مش ده الحصان، دي سنبوله. سنبوله؟ حلوه السنبوله دي. طيب تحفه، نفسي هي قمر اصلا. ميرسي، ربنا يخليك. نوران انت نورتينا. ميرسي جدا ليك. ويعني شكل ما شاء الله عليك، يعني شغلك باين عليه انه تحفه. ميرسي ربنا. انا من هنا بقول للناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي، يا جماعه نوران والله العظيم بجد مش عشان هي معايا، هي بجد شغلها تحفه جدا. مش عشان كمان هي عامله لوك على الموديل، لا، انتوا خشوا على البيج بتاعها فيس وانستجرام واتفرجوا على الشغل بتاعها عامل ازاي. بجد هيعجبكم جدا، انت بجد يا نوران شاطره جدا. ميرسي ربنا يخليك. والله بجد. انا شفت الشعر فعلا وشفت شغلك فعلا ما شاء الله. ميرسي. ودايما كده ان شاء الله من نجاح لنجاح. ان شاء الله. انت نورتيني يا نوران. ميرسي بنورك، ربنا يخليك. وبتمنى لك التوفيق، وان شاء الله قدام بقى نفتح مكان واثنين وثلاثه. ان شاء الله قريب ان شاء الله. شوف احنا مكملين معاك. تحت امرك يا فندم. نروح بس فاصل ونرجع لك على طول. اتفضل يا فندم. فاصل ونرجع لك. We'll be right back.
ورجعنا لكم بعد الفاصل مع العميد سامي ابراهيم. يا سياده العميد اهلا اهلا. ايه الحلاوه اللي انت عاملها دي؟ انا عايز اقول لك ان احنا مش قادرين اصلا. احنا حطينا الطرد الدنيا هنا هتاخد بس صدمه كده وندخلها الفرن ايه نص ساعه بالظبط. نص ساعه؟ وبعد كده هنحطها على الرز البرياني بتاعنا اللي هو ايه دلوقتي خلاص ختم اهو ودخلت لك منه. طب ما تفتح لنا كده شوف الرز نشوفه. طيب وريني الناس عامل ازاي. بس لسه لما نيجي نغرفه طريقه البسماتي والرز الكبسه والرز البرياني يختلف في اللون والكزبره الخضراء بتاعته. طيب وعملنا ايه؟ فين بقى الحواشي؟ الحواشي اهو هنعجنها خلاص. بس جاهز الحواشي اهو. هنعجن الحواشي. ادي الملح والفلفل. شيل اللحمه دي من جنبي عشان عمال اكل فيها اخلصها لكم. طب ما تجيب لنا حاجه كده ناكل. ملح وفلفل هنجيب لكم حاجه. يا ريت والله. ما انا هعمل تيست دلوقتي. ملح وفلفل كده. ده الحواشي صح؟ تمام. والقرفه والجنزبيل. وريها بقى للناس شكلها بقت عامله ازاي بعد ما حطيت كل التوابل دي عليها. وحطينا عليها البصل والطماطم. طبعا بصل وطماطم وشطه حسب الرغبه. اللي عايز شطه يحط مش عايز براحته مش نفس الحاجه. تمام. هات كمان هتلاقيها من عندك يا اسراء. ودي اللحمه. وده دي المفروض دي اللحمه المعصجه اللي هنحشي بقى السمبوسك دلوقتي في 3 دقايق كل دلوقتي السفره قدامنا بالظبط كده قدامك 10 دقايق بالظبط. الله ينور يا شيف والله عليك يا فندم. الله يخليك بجد. انا في ناس كتير جدا بتكلمني تقول لي العميد عايزين اكلات اكتر ان شاء الله. يعني مثلا ايه كذا نوع سلطه في الحلقه مفيش مشكله كذا اكله حتى لو مش هتعملهم انت ممكن تقول لهم الطريقه. يعني في ناس كتير جدا كلمتني عايزه تعرف طريقه البشاميل. بشاميل من اسهل الحاجات البشاميل ونعمله في الحلقه الجايه ان شاء الله. مش هيكمل معانا 10 دقايق البشاميل بصفه عامه ككل ونحطه في الفرن. الفرن بس اللي هياخد الوقت بتاعنا. بس البشاميل نشرحها ايه بعرف اعملها. البشاميل نحط بنحط الزيت والدقيق. ما نحط الزبده مع الزيت. انا بحط زبده. الزبده ما تحطش عشان الزيت تاخد لون اسود تتمر مع السخونات. وننزل الزيت بيكون زياده كثافه تبقى اكتر شويه كده عشان لما نيجي نحور الدقيق فيه يبقى كلها عجينه متجانسه كلها. لكن لو حطينا السايل شويه دوت اللي هو الزيت او كده هيقفش ويكلكع مننا مش هيبقى شكله لطيف. هي فعلا مكلكعه. لا يعني انا بعملها بالمضرب عشان تفك. بس شوفي انت تعملها الحلقه الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. انا ما بحبش البكره بشاميل. اعمل ايه؟ مش مشكله نعمل حضرتك حاجات ثانيه. احنا انت قلت كلها. انا كنت عايز اعمل لك ملوخيه نعمل بط نعمل فراخ نعمل كبسه باللحمه بالفراخ مع ملوخيه. الكبسه اللي هي السعودي دي. كبسه سعودي بالفراخ. انا بحب دي جدا على فكره. ما دي سلطه الدج. دي بتبقى مع الرز البرياني. دي سلطه ايه؟ دي سلطه الدج. سبايسي شويه. بس يا محمد عشان ما تزعلش منك. سبايسي شويه. ونقلب كده خدت اللون اللي احنا عايزينه كده. وهنحط عليها البوكيه جرنيه بتاعها اللي هو الجزر والبصل ورق اللورا بتاعها والكراب. معلقه كده يعني. ونحطها. لا الشوكه احسن عشان اتمكن. لا 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 عايزه اسوق. احنا بقى عايزين نشوف اللحمه بعد ما خلصت ان شاء الله. شكلها بقى عامل ازاي؟ احنا ندخلها دلوقتي ورق اللورا والقرفه ونحطها كده. والفلفل بتاع الاسمر. مش هنحط معاها الملح الا بعد ما تسوي. شويه بهارات كده. البهارات بتاعتنا احنا بقى اللي عاملينها بمزاجنا. وشويه ملح. كمون خشب او كمون صحيح. كمون القرفه والملح والفلفل الاسمر. لا بس بجد تسلم ايدك. يعني انا هخلص الحاجه بتاعتكم يعني بصراحه بسرعه. لا النهارده هيجيب لك اول رز برياني. بصي الناس عماله تدخل اصلا على الريحه. بصي حضرتك الرز كده خلاص استوى. عايزين ناكل النار دي. دي الاولاني ولا الثاني؟ طب احنا بقى عايزين نشوف اللحمه بعد ما خلص عشان قدامي دقيقه بالظبط وقت. ماشي. اللحمه هنعمل بس العاب الحواشي بتاعنا. الحواشي بتاعنا خلاص اهو. البصل ده حسب الرغبه. نحط براحتنا يعني مش يعني اللي ما بيحبش البصل ممكن يعني البصل ما يجريش حاجه براحتنا. بس لازم البصل اجباري. هو بيطعم البصل بيدي طعم بتستعلي. بس انا اعرف ان مطعم العميد هو احسن مطعم بيعمل حواوشي بمصر. بفضل الله. بفضل الله والله بجد. الحمد لله والله. انا سمعتها من كذا حد. بفضل الله. طبعا انا بشكرك على اللي انت عملت لي من غير دنيا عشان اكل. عيني تحت امرك. طب احنا عايزين نشوف اللحمه دلوقتي حالا. ما شاء الله. هنشيل اللحمة دي. طلعنا اللحمة بقى. هذه حاجة اطلع فيها دي. حاجة اطلع فيها دي. اي حاجة. لا هنا هغرف فيها الرز. طيب يا شيف انا عايز اقول لك ان الوقت معاك والله ما بينتهي بجد. ان شاء الله. انت دايما بتعمل لنا حاجات حلوة جدا. بتعمل لنا اكلات الناس
بنتفرج عليك عشان تعرف مقاديرها. فعلا حقيقي. طبعا حقيقي. حقيقي. طبعا الريحه مجوعانا انا ومحمد جدا. لا ان شاء الله مفيش حاجه. ايوه بس خمس دقايق كده خلاص. والحواوشي شكرا لك يا شيف. وقتك طبعا بيخلص بسرعه معانا. والوقت معانا والله بجد. انا كان نفسي استوعب الحواوشي بسرعه. الحواوشي الحواوشي بقى نعمله بعد ما نختم ناكله كلنا بقى مع بعض. اه دي حقيقه. انت فاضل لكم قد ايه؟ خلاص انا خلصت. خلصت انت خلصت؟ اه. الحواوشي انا هعمل واحد بس كده قدامنا. لا انت تحمر ثلاثه عشان انا محمر. بيسرق. الحواوشي ده. اه هنطلع لايف على صفحتنا ونتفرج بقى على طريقه عمل الحواوشي على النار. خلاص كده انت عملت التتبيله. عملت التتبيله وحشينا الحواوشي وخلاص حطيته على النار وحطينا كده اللحمه استوت. احنا هنبتدي نغرف اطباقنا بس. نشكرك جدا يا شيف. ميرسي قوي يا فندم بجد والله. الاكل من غير ما ادوقه هو شكله اساسا لوحده يجوع. الله يخليك بجد. شكرا لك يا اسراء. ماشي غنى. بنشكركم جدا ويا رب الحلقه تكون عجبتكم ويا رب الشيف دايما يمتعكم باكلاته الجميله. نشوفكم الثلاث الجاي الساعه 7 والجريء والجميله.